لا طبعا اكيد راح اكون ضد هذا المزح، لانه مثلا في مواقف الانسان يعني لو كان مزح خفيف مثلا اوكي الواحد ممكن انه يتقبله يعني ويستقبلها بكل برود الاعصاب يعني، بس ما يكون مزح تقيل مثلا، وبخصوص لما يكون بين الناس مثلا اللي ممكن ما يعرفهم ماشي الحال، لا اكيد مثلا ما راح يتقبل هذا الاشي يعني. اذا هو نفسه بحب هذا الاستهزاء حابه لنفسه بحبه لغيره تمام، واذا كان جدي في الكلام انه حاب يجرح بني ادم داخل هذا المزح اللي هو بده يمزحه تمام، بكون هو حابه لنفسه اكثر ما حبه لغيره. لا والله بصراحه انا ضد هذا المزح بصراحه، لانه في ناس احيانا ما بتحمل المزح بياثر على نفسيتها مثلا ان شاء الله زي هيك. بالعكس الانسان لما انسان يحترم انسان هذا بالنسبه لنا شيء كبير كثير، وكثير كمان بنفتخر في هذا الشيء. شكرا كثير يعطيك حياك الله. الله يعافيك على راسك. لانه في ناس ما بحبوا يمزحوا معهم هيك مزح يعني بيستهزئوا فيه وهيك، ما يعني مش كل الناس برضى، وانا مش مع ضد هذا الكلام هيك. المزح الثقيل اذا بجرح بكون نقص عند اللي بتمزح معه طبعا لا، بس اذا مزح عادي بتقبل الشخصين معه. لانه بضايق الواحد يعني، مش كيف بدي اقول لك، المزح الثقيل بسوي مشاكل، فاهم كيف؟ وبعدين يعني بكون المقابل تبعه انه مش متقبل انه المزح الثقيل، انه انا من النوعيه انا بعصب بسرعه يعني، ما حدا يستفزني على طول ضد بعصب يعني، انا نوعيتي ما بتحمل اي مزح يعني ان كان ثقيل ولا خفيف. يعني انت ضد هذا المزح، عمرك واجهتي موقف؟ ايه كثير 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 بصير معي مواقف وبقولوا لي بنمزح معك او شيء زي هيك، ما بكون مزح، بكون استفزاز اساسا.